يقول إنني أرى الله في سجودي بقلبي، فهل هذا من الوساوس؟ الإيمان بالله عز وجل في السجود وفي غيره، تؤمن بالله وتعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما رؤية الله بالعين هذا ما هو ممكن في الدنيا، لا للرسل ولا غيره، إنما يرى الله جل وعلا يوم القيامة للمؤمنين يرونه في الجنة. وأما رؤية الله في القلب بمعنى إن الإنسان يوقن بأن الله يراه ومطلع عليه، هذا شيء طيب، هذا من الإحسان. نعم.